ان انا لازم من منزل ادي ده اللي كنت بكلمه انا حضرتك في الفاصل، يعني بقول له انا يعني هم بيقولوا دلوقتي ان هو كان زعلان واكرم توفيق اتكلم معاه وكده وفي ساعه التتويج مشي. هو ده يا جماعه ده عادي، يعني هو في لعيبه يعني هو ممكن هو جاي من الدوري المغربي، هداف الدوري المغربي، نجم، هو وحاسس ان هو مع كولر ما بياخدش عدد الدقايق اللي تليق باسمه، بس هو لو هو عمل كده وهم بيقولوا انه عمل كده، لا طبعا هو كده غلطان. المفروض انت تفرح مع فرقتك، تفرح مع جمهورك، تفرح مع ناديك، انت جاي في فرد في منظومه، مع كل الاحترام في لعيبه في الملعب تقيله جدا، انما ان انت تسيب مراسم تتويج النادي الاهلي مع كل الاحترام ده ما ينفعش. يعني ازعل، ما حدش قال لك ما تزعلش، ازعل من جوه نفسك انك لما تنزل تأدي المطلوب. ما انت في الوقت اللي انت لما لعبت مع مداو، اما لعبت على مداو وتعورت بعدت فتره، زي ما انا بقول لسه كنت بقول لسماكه، هو طاهر واكرم مش كولر قال انا مش محتاجهم فعلا اول سيزون وهات عروض ونزل نزل في دقيقه كام يا جماعه؟ مش الساعه 99، ما هو كان مدي 8 دقائق 99 اول لما نزل صفر لعمر الساعي. لا انا بتكلم على على داري، لا على رضا ما نزلش اصلا خالص. لا عمر رضا كمال مكان حسين الشحات، رضا ما لعبش سلية مكان كوكا، قفشة مكان امام، لا واخر تغيير الساعي مكان ياسر ابراهيم، عمر الساعي مكان مروان عطيه، يعني اصلا هو رضا الساعي ما غيرش. بس يا كابتن ده كده واضح ان الراجل يبدو ان كولر بيبعد رضا سليم. طب انا هقول لك على حاجه، ما رضا سليم لعب ماتش الزمالك على فكره، وبعد نزل مش بعد بيرس تاو يا عم، والسيراميكا لعب ماتش مش بعد بيرس تاو، بيرس تاو ما لعبش النهارده تاني. طب ما بيرس تاو ما لعبش النهارده خالص، بيرس تاو ما لعبش النهارده خالص. طب غريبه ان اتنين محترفين بالحجم دوت ما يلعبوش مع ما انا لازم اقول ان انا لو عندي محترفين انا ليا دعوه اللي بينفذ لي اللي انا عايزه. الجزء اللي عمله طاهر من مباراه سيراميكا يحرج اي حد. طاهر من ساعه ما لعب ما قعدش، هو الراجل مقتنع بطاهر في هو قبل الماتش خالص، قبل ماتش الزمالك هو بيلعب طاهر، قال لك ده الراجل عامل له صداع عشان هو عم بيعمل له اللي هو عايزه. انت من وجهه نظرنا احنا مثلا كمشجعين كوره او كده، لا احنا عايزين بيرستاو لا، بس طاهر من وجهه نظر الراجل اللي هو بيعمل لي الشغل اللي انا محتاجه في النواحي الدفاعيه، في بيساند ناحيه اليمين، بيكمل وبيعمل كونتر، بيلعب يمين شمال تحت الفرق، وعنده السرعات. انا كده فسرت انا كده فسرت وليه دي يعني، بس هو برضه غلطان غلط كبير على كل طبعا، لا على رضا سليم رضا سليم لا طبعا. يعني ايه انا اسيب يعني انا فريقي كسبانه اسيب ازاي مراسم تتويج؟ يعني اكيد لا اكيد ده لو حصل يعني اكيد طبعا هيبقى اكيد مع كابتن محمد، لا لا هيبقى حتى في يعني اكيد كابتن محمد هيبقى هيكلم معاه ويفهم وجهه نظره ويقعد يتكلم، ولازم لو هو في حاجه يعني هو امر طبيعي يعني. هو لازم سماكه احمد جمال دي كلمه مهمه ما ينفعش ازعل. انا شخص انا بس قول ايه اللي ناقصني عشان اكون موجود. ازعل انجز نفسك، اقعد مع اللعيبه. اقول لك على حاجه، يوسف ايمن نازل، انا بضحك، يوسف ايمن قال كلمه وهم راكبين الباص بيقول وبيرس تاو داخل يشوط ضربه الجزاء بيند عليه، ازيك يا معز علي؟ معز علي بتاع الكتر، قال ازيك يا معز؟ روح صدد، يعني الراجل عنده ارتجاج. ايوه مش صح البروتوكول اللي معمول ان هو يبقى مستبعد، ما ينفعش يكون موجود في الماتش، فتم استبعاده. انت اشرف داري بقاله فتره الناس اتكلمت، هو اشرف داري جاي مصاب؟ هو اشرف داري جاي زي مودست جاي على النادي الاهلي؟ لا هو اتعور في ماتش المنتخب لما رجع، هو كان انكر رجله وفي التمرينه اتلو التاني. هو دلوقتي نزل واستشفت الناس اللي موجوده باستثناء محمد هاني وكريم فؤاد اللي هي الاصابه طويله شويه. خلاص انت بص، لازم اكون مقتنع ان التشكيل ده هو الانسب والاجهز وانا مش من الناحيه الفنيه ومن ناحيه يعني الانسجام. انا بالنسبه لرضا سليم انا مش بعيد، ما انا باخد وبنزل وبتاع، حته بقى انك تثبت نفسك انك تلعب اساس دي بتاعتك انت بقى، دي يعني ده شغلك انت ومجهودك. الوقت اللي انا عايز انزل فيه عمرو اختار الوقت المناسب اللي اعرض فيه عمرو سماك. انا ازعل، بس ازعل بطريقه، ازعل ازاي وازعل الطريقه هي انا شايف ان اللعيب ان هو يزعل برضو دي حاجه هيلثي، ما عنديش اي مشكله، بس يعني ايه ازعل بدون ظهريه بالظبط، بشكل صحي للفريق حاجه، ان انا ما اثرش على الفريق. ده عيب كبير ما ينفعش اصلا، يعني فكره ان انت يبقى كده، ده يعني انا اعتقد ان لازم على الكابتن محمد رمضان ان يتخذ قرارا في هذا الامر، حتى لو كان طبعا دي هتبقى اجراءات داخليه جوه النادي الاهلي، انما هو في الاول في الاخر المنافسه بالنسبه لك كابتن رضا صعبه جدا، انت عندك لعيبه كبيره جدا على مستوى حسين الشحات، على مستوى قفشه، على مستوى عمر كمال عبد الواحد اللي نزل النهارده هاف،
ممكن دي اللي زعلته. خلي بالك هقول لك على حاجه، الجنب الشمال بقى هو مصدر الخطوره من اول طاهر محمد طاهر، وعندك بيرسي تاو كمان، وعندك بيرسي تاو، وعندك بيرسي تاو، المنافسه صعبه يعني. هو حتى النهارده على فكره رساله النهارده من كولر بانه ينزل عمر كمال عبد الواحد اهو، دي بالنسبه لي انا رساله، عشان النواحي الدفاعيه هو دايما هو يعني هو شكله يعني هو شايف ان ناحيه الشمال مثلا بتاع العين او هو بيحاول الحته دي يقفلها بشكل كبير، ان هو يبقى الهاف بيساند دايما مع الباك، فاهم؟ ما بيعتمدش ده دايما مثلا على الثمانيه او السته اللي موجود، لا هو بيخلي دايما الهاف بينزل يقابل الباك بتاع الفرقه الثانيه. فهو شايف ان طاهر بيعملها له بشكل كويس جدا، وعمر كمان